السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أرباح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. ودي أول مرة برجع الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنشرح مجموعة من الأيردروبات أو الأيردروب معانا خاص بعملة اسمها دي كاس. العملة موجودة لها عقد في توزيع ليها. نخش على الإيزر سكان، العملة اهي التوتال سبلاي بتاعها 100 مليار، تمام. التوزيع بتاعها شغال، دي كلها توزيعات، في حوالي 251 توزيع، يعني انت بتسجل والايردروب بيوصلك على طول مفيش مشاكل. نشوف الايردروب كده مع بعض. انت بتسجل ايميل باسورد، تسجيل عادي مفيش اي مشاكل. اول ما تفتح معاك الصفحة تفتح الشكل ده، يبقى هنا رصيدك صفر. بعد كده نخش نقوم بالمهمات وضربة الاحالة، بيقولك ان انت كل احالة هتجيبها هتاخد عليها 8000 من العملة. نخش على الدروب، اول حاجه طالبها مننا نحط رقم محفظه الايزر وايلد. بعد كده بيقول لك اشترك في جروب تليجرام، ضمن كده خلصنا الاول. نخش على جروب تليجرام التاني، نحط له اليوزر برضو بالمرة. تمام، اليوزر برضو. اخر مهمة بيقول لك اعمل فولو الصفحة بتاعتهم على تويتر اند ريتويت. هنيجي هنا هندوس فولو وهنعمل ريتويت عادي، لايك وريتويت عادي بدون تعليق. نرجع للدروب، بيقول لك عاوز يور تويتر بروفايل لينك، او عاوز البروفايل لينك مش اليوزر. نخش على الصفحة الرئيسية بتاعتنا، ناخد البلينك بروفايل من فوق، نرجع تاني، تمام، ندوس سبميت. هو المفروض الايردروب بيدينا 20000 من العملة دي كاس، ده الايردروب بس. نرجع كده للصفحة الرئيسية او الوايلد، لسه تقريبا هيراجعوا البيانات وبعد كده ايه الرصيد يظهر. تمام، تاخد رابط الحالة بتاعك تروج له عشان تجيب حالات اكتر. عاوز بس ابص كده، بص على الموقع سريعا معاكم. ده تقريبا موقع الاعلانات بتاع الموقع، هتلاقيني برضه هسيب لك الرابط بتاعه. نخش على الدروب اللي بعده. الدروب ده كان من فترة كنت شرحته، الدروب مهم وخلاص قرب على التوزيع بإذن الله. طريقة التسجيل في الدروب سهلة، عبارة عن بتسجل ايميل باسورد، مفيش أي مشكلة بالنسبة لك. انت أول ما بتيجي بالتسجيل بتاخد نص من العملة، نص من العملة بيساوي 25 دولار، هي سعر العملة الواحدة بيساوي 50 دولار، انت بتاخد نص من العملة، تمام. وبتاخد عن كل احالة مباشرة ليك نص عملة، وعن احالة من الاحالة 3/4 عملة او 1/3 عملة، وبعد كده تاخد حوالي 0.2 من العملة. يعني في 3 مستويات للاحالة. الدروب سهل والعملة بإذن الله عملة صادقة والتوزيع بتاعها قرب. انت بعد كده لما هتيجي تسلم العملة هتيجي تخش هنا على كلمة ويزدرو كوين. حاليا هما يقولك احنا مش هنوزع غير لما نخلص بيع، والبيع بإذن الله قرب، فهنحاول نستغل العملة دي، هيبقى لها شأن بإذن الله، مفيهاش مهام ولا فيها أي حاجة. كل اللي علينا احنا بنسجل في الموقع وبنحجز مكاننا والعملة بعد كده بتوصل لنا. هسيب لك رابط برضو التسجيل فيها في تحت الفيديو في الشرح. نيجي للدروب الجديد،
لا عذرا، ده اردروب قرب يخلص، فاضل يوم، يا ريت نستغله. اللي ما سجلش فيه الحق يسجل فيه النهارده، ده اخر يوم ليه خلاص. بكره باذن الله اخر يوم، وباذن الله بعد بكره هيكون التوزيع. الاير دروب سهل، انت اول ما بيفتح معاك هيفتح معاك، يطلب ايميل باسورد بيانات العاديه، الصفحه عليها تفتح معاك بالشكل ده، ويطلب منك الايميل والباسورد، ارجع لك رساله تفعيل على الايميل، هتفعل ترجع للصفحه هنا تاني، هتبتدي في المهام بتاعتك. هيقول لك انت سجلت بالايميل بتاعك، تمام، هتحط الايميل اللي سجلت بيه، هتنزل هتعمل هنا لايك مثلا، نعمل كده لايك للصفحه بتاعتهم مع بعض على تويتر مثلا. بتدوس اوبتمايز ازورايز ولا ايه، وبتعمل سكان، بس انا مش هقدر ايه انفذ عشان انا لسه عامل حالا ريتويت، فايه بصبر انا بين كل ريتويت وريتويت، بسيب 10 دقايق عشان الايه الحساب، انا اتقفل لي كده حساب في تويتر، فمش عاوز يكرر الموضوع ده تاني. نعمل مهمة تانية، ده على ميدم، تمام. شوفوا كده هيطلب مننا يوزر الإحالة، اليوزر بتاع الموقع. لا هو سجل المحاولة على طول، مش محتاج تسجل بياناتك. بعد كده نشوف أي مهمة تانية سهلة، ده حاجة لايك على الفيسبوك، معظمها مهام سهلة، لايك، ريتويت، فولو. الحق على قد ما تقدر من العملات، مش شرط تنفذ المهام كلها النهاردة، يعني وصل لك 10 20 زي ما انت ايه تقدر تنفذ من المهمات واكسب منه. اخر يوم معانا النهاردة بإذن الله. النت عندي تقيل شوية، تمام. هو العموم دي مهمة ايه فيسبوك. نخش على الدروب اللي بعده، دي عملة جديدة، اسم العملة اسمها نوتس او اكس نوتس. العملة شغالة في الاول دلوقتي، عبارة عن عملة زي ديجيتال وعملة هادل وعملة يانجز، عبارة انت بتسجل بالايميل بتاعك، تفتح معاك الصفحة بعد كده بالشكل ده، بتاخد رابط الاحالة بتاعك بتروج له، وبتاخد عن كل حالة 10 نوتس، يعني 10 عملات. وبيقول لك لو انت عاوز تستثمر في الموقع ممكن تستثمر، مفيش مشاكل. ممكن نبص هنا، بيقول لك انفست ستيت ريبل، يعني بيقول لك اللي الاستثمار فاتح، لو انت حابب تستثمر وتشتري بقى تكسب اكتر بعد كده، بس احنا خلينا في المجاني. هو بيقول لك الليميتد، هو في ليميتد هنا، فاضل 23 ساعة على انتهاء موضوع الربح عن طريق الاحالات، تمام. هنخش على الدروب اللي بعده، دي عملة اسمها AXY. الاردروب عبارة عن انت بتسجل فيه، اول ما بتسجل بتاخد 20,000 من العملة او 24,000 بالظبط، وبعد كده عن كل احالة بتاخد حوالي تقريبا 10,000 او 14,000. بس في شرط، او انت لازم تتابع احالتك، بمعنى انت في حد سجل عن طريقك لازم كل يوم تخش تفتح الموقع. هو عامة برضو بيجيلك رسالة على الميل ان فلان سجل عن طريقك، عشان لازم انت تقبل الاضافة، تقبل الاضافة بتاعته. يعني نخش هنا مثلا، ده حد جالي، يظهر لي هنا برضو نوتس كده، ده رقم واحد ان في حد سجل، فبخش هنا على كلمة فيو فيفري، ادوس ابروف او ريفيو، ادوس فيفر يعني موافق، ريجكت يعني ارفضه، لا انا هوافق. هلاقي الرصيد بتاعي زاد، ارجع بقى كده، من هنا افضل. تمام، بيت 74، كنت حاجة و60، يبقى 10,000. هو كان مديني اخر حاجة كنت واقف عليها 64، بقيت 74، يبقى هو انت مجرد تسجيل بيديك 24,000، وعن كل احالة بيديك 10,000 من العملة، تمام. اقصى حد بيقول لك ممكن تكسب من العملات عن طريق الاحالات 249,000. نخش على الدروب اللي بعده، ده موقع زي ما نقولش مدونة او موقع خاص بكتب فيه مقالات ومدونات عن العملات، وعامل يعني في شبيه شوية من مواقع الشات والفيسبوك كده وهكذا، بس معظمها بيدور عن طريق على الايردروبات والعملات كلها. انت كل حد ما بيسجل عن طريقك او حد ضافك جوه الموقع نفسه بتاخد ايه
بونص على كده يعني. انا في مثلا دي مجموعه من جروبات عاوز انا اشترك معاهم، انا مجرد انا دخلت انت كده كده بيجي لك ميل بيعرفك ان الناس دي طلبت ان هي ايه عايزاك تشترك عندها في الجروب. انا هوافق قصادكم كده، هاجي اعمل ريفرش الاقي رصيدي زاد. يعني احنا هنبص هنا رصيدي كام، 194 تقريبا، نجيبها من تحت. هي فكرتها عاملة زي فكرة عملة تيرا كريدت. نعمل ريفرش كده، تمام. وفريندز نخش تقبل أصدقاء برضو اليومي. لا ما عنديش اضافات. على العموم لو انت بقى عملت اضافة لاصدقاء او كده هتلاقي رصيدك بيزيد. انت اول ما بتسجل بتاخد 20 من العملة، وبعد كده من الشغل على الموقع انت بتقبل اضافات، بتخش تقبل جروبات اللي هي طلبت ان انت تشترك فيها، بتلاقي رصيدك زاد والاحالات بتزودك عن كل احالة تقريبا 20 عملة. هم قايلين انت ممكن تحول رصيدك بعد كده من عملة بتاعتهم اللي اسمها عملة الفا، ممكن تحولها لعملات دي، والعملات دي موجودة في السوق سواء اكس واي زد او اثيريوم او عملة مانا اللي احنا كلنا عارفينها او عملة يو اس دي سي. تمام نخش على الدروب اللي بعده. هي منصة فاتحة جديدة بس دي شرط فيها كده، اول انت مجرد ما بتيجي تسجل في الاول هتسجل ايميل وباسورد، تاني خطوة على طول طالبها منك تفعيل وثائق، يعني انت مش هتعرف تشتغل على المنصة غير لما تفعل وثائق. تمام البونص بتاعها لسه متحددش بس هو شغال على الاحالات، يعني البونص اللي موجود فيها مبدئيا ليك بونص ان انت سجلت في المنصة وفعلت وثائق. اللي شفت حسب انا شفته على الدعاية بتاعتها بيبقى تقريبا بيعادل حاجة و40 دولار، ده التسجيل من الايه في الموقع بس التسجيل بالوثائق. بعد كده عن كل حاجة كام بالظبط انا مكنش واضح قصادي. بكده يكون ربنا النهاردة انتهت، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.